بيكم مازلنا مواصلين معكم. كنتوا تسمعوا في حكاية عاملة مليون فيو على اليوتيوب، الشارك وسلايدر اللي نحب نرحب بهم اليوم هما ضيوفي، هما اللي عملوا غنية ظهر لي من أروع ما فما حاسيل وما فماش كبير ولا صغير ما اشتهش عليها وما عبرتلوش على مقاصده على اللي يحب يقوله الكل. كل ما تغلط ميسالش أغلط وعاود وقول وينو المشكل وبرا عادي كان غلطت وينو المشكل وينو المشكل وين المشكلة؟ سلايدر أهلا وسهلا، مرحبا نورتنا. الأغنية ذي ظهر لي الأغنية اللي ما كنتش تتوقع أن تصورك ليش تضرب بالضربة هذه الكل. إي والله ما كنتش أتوقعها كي ميها كترا أخويا تمشي مع العباد الكل خاطر كلها تغلط فهمت؟ بس كلهم حد ما يغلط كبير صغير رجل شايب مرأة كبيرة فهمت؟ الكلهم قاعدين يغلط واني انا نطلع لهم في المورال شوي. ما زلنا باش نغلطوا، ما زلنا باش نعاودوا نغلطوا، كل ما نغلطوا ما يسهلش نكملوا ثنية وما نقفوش ونقولوا وين المشكل. حبا رحب بي زادة كيف شارك اهلا وسهلا مرحبا شحوالك بس عليك سبا الحمد لله عايش بك خليك. لما مع بعضكم قاعدة تجيب في خدمة مزيانة توا عندكم نحبك انت اللي هي غنية مزيانة برشا ورومانسية زادة برشا محب في برشا حب زادة كيف شحوالك صح احكي لي لاباس الحمد لله ستريسي شويه شوي شويه كل ماضي لاباس نسمع شويه نحبك انت هكا باش نخليك تكلمي روحك شويه اثناشن مليون في أربعة شهور تبارك الله، معناها قاعدين تخدموا في خدمة مزيانة في الديجيتال، قاعدين تلقاو في حظكم في اليوتيوب. بنعرفش شارك اليوم مهم بالنسبة ليك الأرقام بالنسبة ليك مقياس نجاح؟ أكيد جوز تقرب لي الميكرو. أكيد كي تخدم تحط في بالك ليه لازمني نخدم أغنية مزيانة كيما نحبها أنا كيما تعجبني أنا ولا لازمها تعجب الناس قبل كل شيء؟ أنا وتعجب العباد زادة فهم خاطر نجم تعجبني أنا وما تعجبش العباد ما تمشيش فهم بيان سور. سلايد كيفاش تلميتوا مع بعضكم؟ أنتم من منزل جميل ولاد حومة نتصور إي زوز ولاد بنزرت احنا راه ماجيش مش واحد من بنزرت واحد من بلاصة أخرى، زوز من بنزرت. كي بدينا مع بعضنا بدينا حتى من قبل ما نغني واحد احنا اصحاب من قبل ما يحب هو يولي يغني ولا انا فهمت ايه ياك هو كذا. حتى كي بدينا مع بعضنا حتى من الصفر فهمت بدينا مع بعضنا قلنا ما فيها بيس نبداو ما دامنا مغرومين. كنتوا تتوقعوا اللي باش تخدموا خدم سورتو توا الدومين ولا في برشا برشا دي رابور برشا اغاني ناجحه مش ساهل انك تفرض روحك اليوم؟ مانيش عارف انا لازمك كما نقولوا فيها تعطيها حاجه من القلب راهو باش تمشي فهمت، اما خاطر برشا هما يغنيوا راهو بالحق برشا كثرت برشا منافسه كبيره. اي صحيح تنجمش تحسبها راهو بالارقام زاده، ما ديما الواحد يطمح للمخير فهمت، اما تفرض عليك الارقام راهو في تونس لازمك زاد يعني اليوم بالنسبه ليك لازم الفنان يعمل عدد مشاهده كبير. هذاك هو من العباد اللي باش تعرف انت تقدر العباد اللي انهم اللي يتفرجوا فيك كيما 6 ملايين كيما باش نعرف انا 100,000 نجيب فيهم همش خايبين، مي عاوك نعرف انا قداش العباد تفرج فيا فهمت. هذاك بالنسبه ليك مقياس لازم تقيس للنجاح بالطبيعه. اليوم ما خيرتوا انكم تكونوا اغانيكم نظيفه اكلين اختيار منكم انتم ولا ريتوا اليوم انه لي فما صغار وقاعدين يتابعوا فيكم تكونوا مثال لهم هما؟ نجم كيف هذه تربطها بالنجاح كيفاش؟ خاطر كي باش تغني كلام زايد وكذا باش تنقص اول حاجه نسبه المشاهده، مش كيف ما كانوا باش يتفرج معاكم وكبوك وكبار وصغار باش تولي يعني مصنفه كان شباب برك باش يسمع لك خاطر الكلام هكاك فهمتني. سو انا واحد من الناس نظفت فهمت. اش معنى نظفت؟ يعني كنت تغني؟ صحيح كنت نغني انا اول ما مشيت لي بالعربيه فهمت لي كوميم، مي مانيش نادم عليها راهو حتى طرف مانيش ندم عليه. وبرا عادي كان غلطت وين المشكل؟ هذيك لازمها تكون هكاك سي بون وقت اخترت اللي لازمني من اسهل انك تغني هكا كلين ولا لا اصعب؟ فماش حاجه صعيبه في الدنيا، نجم تغني هكا وهكا اما المستحسن تغني حاجه نظيف. عندك عائلات عندك امك عندك بوك فاهمه
مي علاش لي رابور سلايدر يجي يقول لك ساعات لازم تكون هكاك لازمني نكتب هكاك ما نجمش يعبر بحاجه اخرى في الكلمه هذيك كان هذيك لازم لي تعبر هكاك فهمت تنحيها تنجم تبدل لك الفايب تبدل لك حتى الفيلينغ اللي متعدي بها الكلمه هذيك فهمت ليه لازم هكاك اليوم فما برشا دي رابور ناجحين وحدهم ولا يعملوا فيتشرينغ يكونوا ناجحين كي نشوفوا كلاي مع بلينغوس ولا غيره سانفارا كيف ما عمل مع نوردو انتم ما خممتوا انكم تعملوا دي فيتشرينغ مع دي رابور اخرين والله في الوقت الحال يعني كما نقولوا احنا الحاجه اللي احنا فيها تو لازمك تجبد وحدك لازمك تجبد كعابي وكان فما حاجه فهمت في الوقت الحالي خاطر تو رانا مازلنا ما جاوكمش دي بروبوزيسيون بعد وين المشكل مازالوا ما جاوش انتوما ما تحبوش تعملوا دي فيتشرينغ مش ما نحبوش ليه مش حكايه ما نحبوش ما لازمك تطلع وحدك في وقتها مش ل... يعني ما تحبش حسب ما فهمت تحب تفرضوا نجاحكم وحدكم من بعد علاش ليه باش ما يجي حتى حد يقول انا ساهمت في نجاح اي كوميم راه تو احنا هكاك ترى يعني فما نوامر فهمت يعني راه حتى كي باش تحط مع ما فيت ما ديجا نشوف تبارك الله عندكم كيما نقولوا احنا نجم نقولوا مازالت الفرصه مازالت الفرصه فهمت ولو هكا نقول لك انا كان نهار اخر تخمم منك تعمل فيتشرينغ مع رابر شكون هكا يجي لبالك في تونس ما في تونس وي نعمل مع بلدي يعني انا نسكول بات وانت شارك مع سلايد سلايدر انت ديجا معاه احنا مع بعضنا حكايه اخرى شو ديجا مع بعضكم انا مع بعضنا ديما مع بعض اي ما تحبش تعمل فيتشرينغ مع حد اخر طو ما نحبش طو وقت اللي نوصل نحب عليه وقتها كل شيء يجي بنزرت ولاده في اللي رابورت برك الله برشا اسامي خارجين من بنزرت شنو السر اللي فما غادي باش يخلي المنبع يكون من غادي الاغلب خلينا نقول نعرفش يمكن احنا بعض وحدنا غاديك اخويا قاعدين كان لازمنا نعملوا حاجه وحدنا غاديك فهمت ما نعرفش انا دي ما نعرفش انا شبيها بنزرت يعني هي بنزرت من قبل راه تغني غير التو مازالوا ما بانوش فما برشا اليوم والله ترى توا وحاد في بنزرت بالحق مخك يحبس اما مازالوا ما بانوش وراهم فما حاجه كاسحه فهمت شارك سميت روحك قرش قرش بنزرت قرش بنزرت قرش علاش الاسم هذا؟ قرش بنزرت على خاطر قرش بنزرت؟ اي هكاك حبيت هكاك بنزرتي وسلايدر انا سلايدر مانيش قرش انا قرش معاه اي سلايدر علاش؟ اه ولا هذه هي الاسم هذا اللي محمد رسول الله خويا مشي فيه فهمت سميني سلايدر بقات كيكه فهمت ماشي ذا كيك انت سليم انا سليم جيب سلايدر لسليم خويا قال لي محلي الاسم هذا قلت له نمشوا به مقاتل معناه اي صح هاي قلت له اش معناها المقاتل هيا خويا نمشي عجبك المقاتل والقرش لو برشا اليوم فما خدمه مزينه قاعدين تخدموا فيها لي سوجي اللي تختاروهم كيما نحبك انت فما رومانسيه وين المشكل كاينها تعطيو في مساج هكا بوزيتيف باش يمكن تحفزوا الناس تحكيوا على عبيد ولا انت كي تجي تحط الورقه والستيل وتكتب على روحك ولا لا تبدا تشوف اللي قدامك وتكتب عليه عندك حالتين لهنا كيما تنجم راك تكتب على روحك برك فهمت مي هذيك غلط لازمك زاد تخمم العباده معاك تكتب بروحك وميم طون تو كي نقول لك انا وين المشكل انت تنجم تقول لي تصير عليا وعلى حما وعلى اي واحد فهمت لازم حاجه تصير عليك وعلى العباد كمان باش يحسوا اما حاجه عليك انت برك تنجم ما توصلش فهمت وباش تغني على العباد تنجم ما تنجحش ما فيهاش احساس صحيح يعني نصنفوكم دي رابور احنا اليوم نقولوا عليكم دي رابور نتحطوا وي نتحطوا نجم نتحطوا ارتيست نعمل كل شيء يعني ارتيست يقول لك شارك انا نجم نغني كيما نحبك انت راب هذاك يسمى راي نجم نغني راي نغني راب زاد نعملهم نسمعوك تغني راي توا لا مانيش حافظ ليه ماكش حافظ تغني راي سلايدر ما عندي صوت مزيان واحساس مزيان ما علاش هاي فرصه باش نسمعوك يعني مانيش حافظ ماكش حافظ ولا حاضر مانيش حافظ حافظ ما عندك حتى اغنيه حافظها مانيش حافظ ليه يا سلايدر احكي مع حاشم الظاهر اللي فما هوني بحذا يا سلايدر تبارك الله عليه يتكلم بالقدي شارك الحقيقه قال لي لازمك تغني كهاو غني غني خويا عنده حاجه باهيه بالحق والله ان شاء الله ربي معاك تشهرت سلايدر بعد وين المشكل كي تخرج في الشارع ولاو الناس يعرفوك الصغار يعرفوك تو يعرفوني اما مازلت مش هذيك راهي الشهره اللي نحس فيها انا فهمت كيفاش الشهره اللي تحب عليها مازلت بعيده مازلت بعيده هي ثنية طويله عرفت وانت مازلت تجبد وكل مره تكتشف حاجات يعني ما توفيش راهي الشهره بالطبيعة ولازم درجه درجه صحيح. اليوم وين المشكل نجموا نقولوا عليها اغنيه الحظ اللي كنتي اللي انا في الوقت هذا مش في مسيرتي الكل فهمت
خاطر شنو هما 8 ولا 9 ولا 10 عبد ديما يطمع حتى ل 100 وال 200 وفهمت؟ خاطر كنت حابس روحك في العشرة سيبو هاك عملت ما خفتش من النجاح اللي عرفت أغنية وين المشكل عليت البار عليك؟ إي كوميم ما لازمك هكا ولا هكا لازمك تكون تواجه فهمت ما فيهاش وصلت هذاك صحيح حاجة كنت في حاجة وطول طول نقصت لحاجة أخرى فهمت ما تعديتهاش بالمراحل مي كوميم حاجة أفضل خلينا نقول راهو أنت كنت تخدم في البنية هكا ولا إيه وكنت تخدم باش تلم الفلوس باش تعمل الموزيكا أخي أنت قصة نجاحك إي بالرسمي والله وي بالرسمي فهم علاش حتى كي نقول يعني راهو فهمت راني بالحق خدمت طيب والحاجة المشتركة اللي بيناتكم اللي خرجتوا في النوفيام أني هكا ولا ندمتوا اليوم أنكم خرجتوا من القراية ليه ما ندمتوا الشركة كان ندمت أنا راني مانيش بحذاك كان مقرف كل شيء بالمكتوب كل شيء بالمكتوب اليوم الغناء يدخل لكم فلوس تعيشوا به ايه تنجى تعيش به تعيش الحمد لله يا عايش ماما تصرف راك زاد على كليباتك وكذا لازم قداش يدخل لك الغناء مش برشا فلوس اما الحمد لله مستور لازم مش تعطي قداش خاطر كل ما كل فيو كيفاش مش كيما هاو يقولوا اليوتيوب في تونس ما يدخلش برشا فلوس مش كيما البرا فهمينا بالغالب الحكايه ما كي توصل لنيفو معين كل المليون فيو راهو مش كيما في شهر كيما في شهرين فهمت كيفاش خويا تخدم تبدا في نيفو باهي مانيش عارف انا تبدا تجيب في فيات مليح راهو يخلص اليوتيوب فهمت اما لازمك توصل لنيفو معين فهمت في اخر حوار ليك قلت دخلت مليون و200 من اليوتيوب مش عدد مبلغ كبير ليه على هذيك اول مره هذا اول مره اول مره ملكي ما بليدك قالوا لي تنخلص اكثر من الوزير هي تصير يصدق فيه في المهرجانات اليوم فما قاعدين نشوفوا اللي في المهرجانات يعيطوا للي رابور موجودين في العروض وينكم موجودين ولا لسنا مازلنا ما خدمناش علاش قدمتوش ما نعرفش هذه حكايه ماهيش بيدينا نحن لما حاله فمن ما نعرفش يعني هذه بالحق نكته كحله انا ما نقول فيها شو معناها نكته كحله معناها حبيت تكون موجود قدمت باز حبيت فهمت باز حبيت لقي روحي اللي انا موجود فهمت نجم يعني نكون كوميم خاطر راني وين الدور تسمعها للموزيكا فهمت ونقول كلها تشيخ عليها يعني ما فهمش علاش انا باش ما نكونش موجود رغم ما تقراهاش بحساب بنتي مثال تغني عندك برشا ومعروف يعني نحكيو بالسنين عام سنين انت يعني شنو؟ يعني بالنسبه لي كان تمشي مهرجان بنزرت مثلا تعبي وبنزرت شارك وسلايدر عرش نجم ما عندنا عبيد عندنا عبيد تحبنا وفي الحفلات الخاصه سافا موجودين سافا الحمد لله موجودين الحمد لله قاعدين تاخذ كل شيء جينا في وقته وي معليش ليه بالك شي سنين ليه عم جايين موجودين في المهرجانات الصيفيه نشكركم برشا نتمنى لكم التوفيق شارك ميرسي بوكو ميرسي بوكو يعطيك الصحه نورتنا كيف سلايدر شنو محضرين ان شاء الله فما خدمه على قريب ان شاء الله من بعد شهر نبدا نهبط اها ان شاء الله عندنا في تيرينج واحد اخر الروتور انا وحما ما عنده هو احلى شارك احلى صاحبي هاي وان شاء الله فما برشا حاجات جدد ومحلاهم حاجه جديده ان شاء الله برشا توفيق ليك انت والشارك هذا كيف يعطيكم الصحه على الموزيكا المزيانه انا تعجبني برشا ونتصور برشا قاعد